لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. أقول لك أعرف عضو شرف وداعم والصفقة بتتم. يا شيخ طير يا شيخ، والله أن اللعب سكة ولا هو مستوى الهلال بعد. بالعكس، هذا لو راح جيفنكو يلعب مكانه. شوف شوف على الربع ذا شلون انزل. أقول اسكت اسكت. لحظة. ألو. سم طال عمرك، بشر وقع. أي كفو 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 كفو. من اللي وقع؟ تلسكا. متأكد؟ إيه متأكد، أقول لك عضو شرف أعرفه أنا. تلسكا تلسكا. إيه تلسكا تلسكا. أنت تتكلم جدا؟ إيه. أجل لك مني أحلى بشارة. وراك تاكل طيب وحساب. أول شيء أحب أشكر الهوست اللي أعطاني المايك. ثاني شيء عندي لكم خبر حصري، بحكم قربي من عضو شرف نادي الهلال تاليسكا هلالي وقع، والإعلان اليوم عن طريق حساب النادي، وحسبوني على هذا الخبر. كفو كفو يا عامر. كفو كالطيب. تجيب العلم يا عامر. عفو عليك. أنا مدري يا أخوان لين متى عندنا مشكلة في الصفقات. الهلال خلصوا مع تاليسكا وحنا مستهنسين ببتروس بس عشان يقول أس أس. يا حبيبي تاليسكا منتي وكبير في العمر. طيب وين الإدارة؟ ليش ما تتحرك؟ نبي صفقات بديلة على الأقل، حنا داخلين على آسيا. أنتوا أزعجتونا، أدخل واحد يوم بلا صفقة بلا هم، صفقوا روسكم في جدر. ما بقلش قلبك باني ليه، ما بقلش ليه خدعتني. ملاك فهميني وش ذا الحظ اللي ما يخلص 64 بطولة كلها حظ؟ مرمن عرفت الكورة والهلال هذا حظه، تدرين عاد أبوي نصراوي وعمان هلاليين وكلهم متفقين على هذا الكلام. أوكي والمطلوب؟ أنا أحب الهلال لأنه محظوظ. وش تبين؟ بس بعلمس إن اسمه خفط على العمرس، أنا متذوق للكورة، تدرين عاد إني لحق على النصر من أيام الهرايفي، وقتها الهلال حق ذا ما لحس. وإذا لحقتي عليه من أيام الهرايفي؟ أنا لحقت على الهلال أيام التمياط وأبو اثنين. وبعدين بنات، ما صارت؟ هذه ثالث مرة عيد السنابة بسببكم. بنات صوتي راح، ارحموني صوتي راح. سلامات سلامات أنت الثانية، روح اضيف غني برا أنت وصوتس. وين نروح؟ أصواتكم تلعلع لين آخر الشارع، وين؟ وبعدين يا ليت على شيء يسوى، على كورة. أقول احترمي أنوثك أنت وياها. أيوة أيوة. وينه وينه؟ منو؟ مالك دخل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، مريض أنت؟ إيش بخوفت عامر وهو نايم؟ مو هو أنا اللي بخوفه، والله بيخاف من اللي بيشوفه الحين. شف. أنا نصراوي تاليسكا. هم عاد وقع معكم؟ أكيد لاعب عالمي. بيوقع مع مين؟ أكيد مع عالميين مثلنا. وحنا أنتم بخلوكم على قهوة قهوة. أبوك القار أبوك القهر. إيش من قهة؟ يبغى قهوة؟ اليوم لازم كلنا نغرد ونقول نبي تعويض عن المهزلة اللي قاعدة تصير. ملعبنا وخذوه، تاليسكا وخذوه، قاعدين ياخذون اللي يبون. ايه بس حنا حدتنا الكفاءة المالية. اي كفاءة يا ابو كفاءة؟ النصر ما بيقل يوقع معي انا من كثرة الصفقات، وبسم الله على كفاءتهم ما جاها شيء. وحنا بس نتفرج. حنا لازم نطالب الادارة بصفقة عالمية. حنا الهلال يا ابوي. مسلكين نبفيت وجايب دراوت يمشيهم. هلال هلال هو هو. حبيبي تاليسكا لعب عالمي، والعالمي ما يجي إلا للعالمي. وبقول لك معلومة، أدري بتقهرك لكن هذه معلومة لك وللجماهير. ترى تاليسكا منذ الصغر عاشق نصراوي، وكان يحضر في المدرجات في بطولة أندية العالم اللي في البرازيل. قصدك النصر اللي ترشح لها؟ يا أخي لا يقاطعني. لحظة يا عبد الرحمن، تفضل أبو تركي وصل فكرتك لكن بهدوء يا أبو تركي. لا طيب شوف، أنا بقول لك معلومة لك وللجمهور، وأدري إنها بتقهرة. ترى ديدا الحارس البرازيلي كان يقول ان تاليسكا يروح يبيع على الارصفه بطاطس مقلي علشان يجمع تذاكر ويحضر مباريات النصر.
وللمعلومة كان مالح شوي البطاطس وعليه شوي كاتشب. سبحان الله نفس العقلية، جمهور وإعلام، باقي شوي ويقول إن بيليه كان يقول ماجد عبد الله أفضل مني. مغبون لأن فريقك مو بعالمي وما حد يعرفه. إيه عالمي غصب عنك، أوكي؟ وما أخذ كاس آسيا اللي ما شميته، ولاعب كاس العالم بعد يا ورع. يا حبيبي عالميتك هنا قرايبة في قطر، لو رايحين بباص أحسن لكم. يا حبيبي احنا عالميتنا في البرازيل. يا حبيبي يا حبيبي كررتها مرتين واكررها لك المره الثالثه، حنا لاعبين في كاس العالم الرسمي ما هو بالتجريبي. بعدين وش دخل كاس العالم للمنتخبات الجايه بقطر؟ مسوي تحشر يا ورع. يلا تعال يا حبيبي هناك. شوف استاذ فهد انا عندي خبر حصري. تفضل. وانا كمان زيه يا استاذ فهد عندي خبر حصري. لحظه الله يرحم والديك يا ابو فارس، انت من يوم سويت الكيتو وانت بس تقاطع. اصبر خلنا نسمع خالد. تفضل خالد. زاد فضلك. الخبر الحصري هو تعاقد نادي الأهلي العريق مع اللاعب الجماهيري المعروف باولينهو، لاعب برشلونة السابق والمنتخب البرازيلي كذلك. يا قدمه، من 6 شهور عندي ذا الخبر. شوف يا خالد، ان تمت هالصفقة بالتأكيد صفقة كبيرة للأهلي وعشاقه، ونقول ألف ألف مليون مبروك للأهلي وعشاقه. يس يس يا حبيبي يس. ايش فكك اخيرا اللاعب زي الخلق والاوادم. تعالوا يا عندي يا تعالوا، والله انا شخمتكم شخمطه. يا ابوي انتوا طفرانين ما عندكم فلوس، كيف جبتوا لاعب عالمي زي ذا؟ حبيبي هذا كله بالنية الطيبة والدعاء. الله الله يرزقنا زي ما رزقكم. يلا يا ابو فارس سمعنا الان الخبر الحصري اللي عندك، اللي تقوله. الاتحاد سوى صفقة الموسم 10 مليون يورو، نقلت كورنادو من الشارقة الى الاتحاد. ياه ما مداك تخلص دعوتك لجاكم لاعب. ما نبغاه يا ابوي، مسلقنا الثعلب الامريكاتو بلاعب للدوري الاماراتي. ما نبغاه، نبغى لاعب عالم زيه. بس لاعب ب10 مليون اكيد انه كويس. طيب عبد الرحمن بالنسبه للهلال وش وضعه؟ انا بقول شغله واحده بس الجمهور الهلالي، ما يبطي السيل الا من كبره. طيور طارت برزاكا، كل نوقع الا ادارتنا تتفاوض. بنات ما قد مر عليكم هالصوت؟ رؤساء الأندية الثانية يوقعون، حنا رئيسنا بس يعرف يتفاوض، قبل شهر يتفاوض، أمس يتفاوض، اليوم يتفاوض، بكرة يتفاوض. يا أخي وقع، خلص الصفقة، حركت أعصابنا. لحظة لحظة، هالصوت مو بغريب علي، في خيارات؟ ترى مو مسابقة هي، تسألك عرفتيه ولا لا؟ يا أختي الصوت يجي ويروح، مألوف. والله ما ألفته. أما بنات ما عرفتوه، هذا صوت الطعس عامر. اليوم يتفاوض، بكرة يتفاوض، بعده يتفاوض. بس والله طلع جلاد، برد حرتي في إدارة الهلال، وموت قهر يا بعض الناس. أقول ما جمع إلا وفق طال عمرس، ها؟ تكسيرا وطار، تاليسكا وطار، بريرا لنا شهر مفاوضة. وش ذا المفاوضات اللي أطول من وجه ياسر؟ قفط صوتك وأنا أسمع المساحة باستراحتنا. وش رأيك فيني؟ والله جلاد كفو عليك. تبيني أجلد كنو والفرج؟ منهم ذولي؟ عيال حارتنا. الله يوفقهم، أجلدهم بعد. هذا نظامك؟ غريب يا عامر، أول مرة تعزمني على كوفي. بالعكس أنت خوي وحبيبي يا كفتة. إيش المناسبة؟ خلنا نركز. اسكت اسكت. تركز في ايش؟ ما هو بشغلك يا اخي، اطلب حلا، اطلب كافي، اي شيء على حسابي، بس لا تشغلني. اشغلك عن ايش؟ درج انت ما تفهم، ما تفهم. خلاص يا اخي اطلب لك اي شيء، بالعربي انا جايبك هنا مزهريه، اوكي؟ يا معلم جيب واحد شاي مع المكسرات. للاسف تعطلت مفاوضات بريرا وما راح يوقع. ايال قهر، لا تزيدني قهر اكثر من كذا. انا قايل لك من اول انه هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يعوضنا مراره سحبه تاليسكا. سيري مبروك عليكم الصفقة الجديدة حبيبي. صفقة ايش؟ يا حبيبي انسلموا خلاص زي الاتحاد. انت ايش دراك؟ حبيبي ابن خالتي يعرف كريم الاحمدي عز المعرفة، ويقول هو رايح للمغرب وجاي عندكم انسلموا، والحين ترى في جدة.
يا جمالة يا جمالة ولي الليلة جمالة حنوا عليه. من عندي يا اتحادية ومن مصدر موثوق وخاص أنسلمه في جدة وحيوقع مع الاتحاد كده فريقنا ترتب. صار كده في محور قوي مع كورنادو وحجازي وقروهي واي 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 آت الدوري بس. كابتن هل تبون نسلمه ها؟ كيف كده والله غش يا ابوي. حنا يا النصراويين اي لاعب نبغاه نشتريه بخشم الريال. الحين جمعنا نسلمه وابو بكر وما ننسى الأسطورة الصاطي الظاهرة حمد الله. شفت شي في طريقك وعجبك شلة شلة شفت شي في طريقك وعجبك شلة شلة حتى انت قلت علي؟ والله ما لي دخل بالكورة أنا بس قالها بعطيك 50 وغنى. دقيقة دقيقة مردودة يا نصراوي. ها يا حبي هذه رضاوة. سري تعال دق دق تبي ليمون حط لي. مشاهدينا الكرام نحن أمام ديربي القرن بين النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكن هذه المرة على مستوى القارة. كيف تقرؤون تفاصيل هذا الديربي الأكثر إثارة؟ وأبدأ معك يا أبو تركي. شوف وبقول لك حاجة من وجهة نظري الديربي هذا يختلف عن كل الديربيات اللي راحت. كل الديربيات اللي راحت هذه كانت مجرد ديربي نظري. الآن هذا الديربي الفعلي واللي أنا أشوف أن الفائز فيه راح يكون كبير الرياض. لا مو على كيفك تحصر كل الديربيات في مباريات واحدة ولا عشان الهلال مسيطر على أرقام الديربي. ترى على فكرة كل الهلاليين نفس الشيء ونفس الفكر والأسماء مختلفة. حبيبي النصر عنده تاليسكا وبقولك شيء النصر حيكوش على الكل. على فكرة الهلال ما يخاف من أي منافس وإذا أنت عندك تاليسكا حنا عندنا بريرا والديربي يفضل ديربي. أنا ما أتفق معك في ذلك. اللي حيخسر بتظل خسارته في آسيا لعدة سنوات من أمام الغريم التقليدي نكسة له. لا تنسى أسأل الاتحاد اللي جنبك لما هزمناهم في آسيا. جبتوا آسيا؟ رصيدكم صفر في آسيا. ما راح تحققوا اللي حققوا الاتحاد لما جاب آسيا مرتين. من بعد هذيك الهزيمة والأهلي مسيطر 8 سنوات على الديربي ولا قدرتوا تفوزون عليه. يا ليل الليل الحين الحلقة عن ديربي آسيا بين الهلال والنصر وهذول يشغلونا بالأهلي والاتحاد. يا ربي يا عامر تاخذوها كفو يا شكر. عاد انتم مصدقينهم وخافينكم. أنا هذا عميد أنا هذا عميد ومصدقينهم. يا حبيبي الاتحاد عينه مليانة وفريق بطل زي الهلال أما أصفار آسيا يشجعون بعض. كابتن لا تغلط يا رب يا ياسر تفوزوا عليهم وبفضيحة تحكيمية عشان تردوا ظلم السنين اللي فاتت. حلم إبليس بالجنة. أقرب لبلاهي وفي الأخير أقرب بعد ذلك إلى سبع الفرج. هلال يحقق يا أخي تحرك الحين بريرا ورا يمشي على رؤوس أصابعه. يا أخي حل فلوسك حرام. الصليه محاطة في جيبه. هيا مريقة روح مريقة تسديدة قول قسماً بالله أنها حظ يعني مدرب ودخلت. أقول بس اسكتوا يا الفشلة. الله ياخذها من كورة. أنا ما أدري وش اللي خلاني أقط معكم. المشكلة نفس السيناريو إزعاج وصجة وآخر شيء الهلال بيفوز. فعلا يا أبوي انسلموا فين وأبو بكر فينه والسنتر الرجوتين حقكم فين؟ إيش فلوسكم ما فيها بركة أنتوا؟ على لا تزود على المدرب الله بالخير. سبحان الله أي حاجة تنأخذ بالغصب ما فيها بركة. سلامات إيش ذا؟ أرقم أرقم طرد وفايزين عليكم واحد والحين انت الشوط الأول. قلنا لكم الزعيم إذا كان بيومه ما حد يقدر يوقف بوجهه. آسيا لعبتنا يا حبيبي الحين واحد والشوط الثاني بتقم الثاني وسمعني صياحك يا فقراوي. قول 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 يا بنات. أنا قالت لك يا حبيبتي تحكيم وحظ معكم لكن بنفوز. النصر العالمي عملت صرخين ازعجتينا. صدقين عاد والله احس اني استانست ما ادري ليش ارحم النصر ابغاهم يفرحون شوي. اقول اسكتيلة اكرهك معهم. انا اعد الدقائق اللي تخلص فيها هذه المباراه الزفت عشان اقعد واتقهوى واروق. تلسكا جابها براسه. القم التعادل يا طاقيه. ها 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 انا نصراوي. هم بيد الشوط الثاني
الناس يقول ان الهلال حيفوز. ليش كنت احساسك هيفصل فيك ياسر كذا؟ يلا سالم حطها حطها جول. ما قلت لكم ما اقول لك انا بعد انضغط النصراوي. من القضيه انت تعالي عامل القضيه تعبانه. هاي مريضه ماشي شعرك قصير تدري مين شعري بزر. انت بزر فك شعر البنت خلهم يفرمون بعض فرم وافتك منهم. تعالوا ما والله لا تفهم بنتين. يا هلال عزك عزنا. يا هلال. يا هلال حبك حبنا. يا هلال. يا بطل قارة آسيا. يا هلال. آسيا ما لها إلا زعيم واحد يا نصراوي، وأنت ارجع المركز الثامن ووفر صفقاتك. اتوتر اتوتر. ها 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 أنا نصراوي تاليسكا. آه يا القهر، والله لو مو بطرت ما تشم الفوز أنت وياه يا بطاقية. انضغط النصراوي يا عشيري. اهدى اجلس احلق احاسب امشي، كلام في الكوره ما ابغى. نكبتني بصدرك القرن بعد اللي راحت. عندي لك خبر تاريخي. سري لك يا شيخ ما عندك هرجه. قريت تاريخي. لو ما طلع الخبر صحيح احلق لك لمده سنه ببلاش. ايش هو الخبر؟ حمد الله اتحادي. كيف؟ فزنا على ابو هانغ واخذنا اسيا مرتين وانت ما باركت لي. يا رجال بطولة تافة، لو شارك ضمك حققها. ورا ما حققتها انت. شفتي شايف طريقك وعجبك شلة. وش تبي انت وجهك؟ الاتحاد ما يسيب حقه. حمد الله واخذناه. كفو. غصب. من زينة، لاعب منتي، وزنه زايد وراعي مشاكل، ما نبيه. اسمع ايش يقول. لا يا شيخ. دحين حمد الله صار كخة. أول كان الجلاد الظاهرة يهو. وبشروني شاخ بار الضغط. بشروني شاخ بار الضغط. بشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شاخ بار الضغط. بشروني شاخ بار الضغط. بشروني شاخ بار الضغط. بشروني هلا هلا هلا. ذي وفق العدو، والله ذا فريق انه عقوبة علي، أنا ما أدري إيش قلبي خلني أتابعه، وقل الحمد لله ضاع خير إن شاء الله فجأة صار يلعب ولعيب وحركات، يوم إنه معنا كان ماله خلق. ثلاثة رايح وثلاثة جاي، ثلاثة رايح ثلاثة جاي، يا أبوي لو تشتروا مانشستر سيتي بلعيبته وكل أدواته، تلبسوا طقم النصر تبقوا وين؟ خالف الاتي. والله لو ما انطرت نسكا والله ما تفوزون. نفس العذر كل مرة، لو لا الطرد ما تفوزون. أحد قال لعبكم ينطرد؟ ورا ما تسكت انت بطاقية. لا أدور عليك. تدور علي ليش يا حبيبي؟ توني مشرف الوطن العربي كله ولاعب مباراة تاريخية قدام تشيلسي في كاس العالم. ايوه حنا من أول من لعب العالمية من 20 سنة. قوم يا واد، عالميتكم تجريبية وأول مشاركة للاتي. ايه سلامات، بكرة تشوف بعينك كيف ناخذ البرونزية اللي ما قدرت تجيبها لا أنت ولا هو، ونعلمكم منه العالم الأصلي. جول 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 جول. أيوة ما يا باشا يا كابتن، وش السالفة؟ ماتش الأهلي المصري والهلال السعودي. أما المباراة الحين والله نحسبها بالليل. أسألك بالله كم؟ لحد دلوقتي الأهلي خبطهم 3-0. أهلي يا حبي يا حتى جوا قلبي سمعونا حسوكو. إيه اللي حصل عندكو. بس تعال يا باشا، أنت وش تشجع من أفريقيا السعودية؟ النصر طبعا. والله كفو والله كفو على هذه الخبرية، لك مني أحلى هدية. تغديت ولا ما تغديت؟ والله على لحم بطن لحد دلوقتي. يا حبيبي اطلب اي شيء من المنيو على حسابي. حبيبي. وينك يا اتحاد؟ الاهلي المصري هذا هزمناه 3 مرات، منهم واحده كاس العالم للانديه، سلمنا على ابو نوران. اقول تسكت ولا توطب بطنك؟ ماني فاضي لك انا. والله 4 هجت بكم. اجل جوده المشاركه ها؟ يا ليل الليل كملت.
كله منك يا جرديم، خليتنا ملطشه للي يسوى واللي ما يسوى. هذا وانتم شارين نص لاعبين المنتخب ورافعين سقف الرواتب عشانكم، اخرتها كذا. لا يا شيخ، نسينا ما كلينا. انتم يوم ترشحتوا لكاس العالم شارين فؤاد انور وفهد المهلل وموسى صايب، وبالاخيره وشو؟ رجعتوا بكاس اللعب النظيف. ايه اللعب النظيف، مو بطرد لاعبين في ربع ساعه. ابلش